اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين مع حلقه جديده من برنامج التلفزيون في كل بيت. لقاءنا هذه المره مع اسره تعرفونها جيدا. رب الاسره فنان ممثل ومؤلف، وهو واحد من اشهر الكوميديين العرب. سيداتي سادتي، معنا الفنان عبد الحسين عبد الرضا. اهلا وسهلا فيك اخ عبد الحسين. اهلا وسهلا، حياكم الله. اخ عبد الحسين، طبعا انت تعرف التلفزيون ولك درايه بالعمل التلفزيوني، فما هو مدى تاثير التلفزيون وفائدته على الجماهير في الكويت؟ الحقيقه اختمينا، فوائد التلفزيون كثيره، فلو رجعنا الى البرامج اللي تعرض التلفزيون شوف يعني الواحد يستفيد منها استفادة تامة. منها البرامج التعليمية والتمثيليات الهاتفة أو الفكاهية في نفس الوقت، لأن لازم التمثيلية مهما تكون لازم تكون بهدف، والمحاضرات والأخبار العالمية، هالأشياء كلها يعني المشاهد يستفيد منها طبعا. وخصوصا عندنا يعني بالكويت تدرين يعني وقت فراغ كبير عندنا، فأكثر الناس يقضون وقتهم مشاهدة البرامج موجودة بالتلفزيون. فالحقيقة أن التلفزيون يعني شيء ضروري ويقدم خدمة يعني ممتازة لجميع المواطنين. أخ عبد الحسين، بعض الناس يقولون أن الفكاهة المحلية باستثناء بعض المسرحيات لا تزال دون المستوى المطلوب، أو بمعنى آخر معظمها ارتجال، وبما أنك أنت واحد من فنانين، ما رأيك؟ والله شو أقول لك يا أخت أمينة، الحقيقة ضعنا يعني احتار الواحد مع الناس. فالتمثيلية الفكاهية لا صارت تمثيلية فكاهية ناجحة أو مسرحية فكاهية مقبولة وتقبلها الجمهور، البعض يقول عنها أنها ارتجال وما فيها موضوع وما فيها هدف، وإن صارت التمثيلية أو المسرحية جدية قالوا ولي ضيقت خلق وين ما نروح ضيقت خلق، نبي شيء ونسنا، نبي شيء ضحكنا، فاحترنا. وبيني وبينك يعني الناس أذواق، ناس يعني يحبون التمثيليات الفكاهية حتى لو غير هاتفة، المهم انه يضحك في فترة معينة ويرفه عن نفسه في وقت معين. وبس مسألة الارتجال، انا الحين بقول لك شيء، اصلا التمثيل يعني مثل ما احنا عرفنا، يعني طبعا احنا يعني الفضل يرجع للاستاذ زكي طليمات اللي يعني استفدنا منه في هالكم سنة اللي كنا معاه، فاللي تعلمناه واللي عرفناه ان التمثيل من الحياة، يعني شيء واقعي او طبيعي. يعني الان مثل ما انا ممكن اقول لك كلمتين، اهلا اختمينا مرحبا، خلاص انتهى. ممكن اهلا مرحبا عاش من شافك شونك كذا 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 كذا، على هالوزن. فالبعض يقول ارتجال، نفس المعنى. فالارتجال شلون؟ شلون هم يحكمون على الشيء ان الشيء هذا مرتجل؟ ليش؟ ان الواحد يعني يزيد الجملة جملة ثانية، جملة مقبولة، حركة مقبولة. فالحركات أو بعض الحركات أو بعض الجمل الخفيفة اللي يضيفها الممثل بيقولك لا الآن ارتجل، طلع من النص، زاد من عنده، فضروري، لأن الإنسان أو الممثل مو آلة إلا يعني يلقنون الشيء اللي يقوله وبس يوقف، جملة معينة وبس يوقف، لا، لازم يتصرف بحركة، لازم يتصرف بكلمة فكاهية، بحركة، بجملة يضيفها، المهم إنه يخدم النص. والشيء هذا انا اعتبره يعني مو ارتجال، وهذا الشيء طبعا ما يعتبر انه هو يطلع عن النص، يعني ما دام قال هو نفس الكلام يعني المطلوب، هذا مو طلوع عن النص يعني. لا، ممكن انا يعني بقول شيء، اقول جمله بقولها بطريقتي، انت تقولينها بطريقتك، يعني كل واحد في الحياه له طريقه، له اسلوب بالكلام، فمو معنى اني انا انت لازم تكونين مثلي او مثل ما انا اتكلم انت تكلمين، ما يصير. فالبعض يعني اذا شاف النص وشاف مثلا واحد من الممثلين، فرضا انا مثلا لي دور معين في التمثيليه ومثلت الدور وبديت يعني ازيد حركه جمله، البعض يقول لا نسي الدور، لا طلع من النص، لا ولا 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 شلون لا ولا الدور، مدام انا عايش في الدور وعارف دوري شنو، يعني لو ازيد جمل، لو ازيد اشياء يعني تكون معقوله، ما راح اجيب موضوع ثاني مطلوب كروالي طبعا يعني. وما راح اجيب موضوع ثاني وادخله في نفس الموضوع، هذا موضوع هو هو، كل ما هنالك اضافات بهارات مثل ما يقولون. راح نتركك اخ عبد الحسين الحين شويه وندردش مع المدان شويه. على راحتك. اخت نبيله، احنا عارفين العمل الفني يعني مو مقيد بدوام، يعني مو مثلا دوام 6 ساعات 8 ساعات، يعني الواحد حسد ما يخلص، فهل هذا شيء ضايق يعني عبد الحسين لما تاخر
والله أخت أمينة كل يعني واحد ولا ظروفه، وبعدين أنا مقدرة ظروف عبد الحسين لأنه مشغول على طول، وبعدين كل زوجة يضايقها إن زوجها يعني يكون بعيد عنها وبعيد عن عيالها، وهذه ساعات يتأخر عبد الحسين لساعة ثلاثة وأربع، بس تعودنا على كذي لأنه هو شغله، ودام هو مرتبط بشغله فأنا مستحملة. أهلا وسهلا فيك، كل عمل يسوي. شكرا جزيلا. رأيك عبد الحسين؟ كلامها ذهب. والله حقيقة مثل ما قالت أم بشار، يعني الواحد ظروف ساعات يعني تحكم عليه أنه يتأخر للاستوديو على ضائقها اني انا ما اكون موجود، تدرين يعني ضروري اكون موجود عيالي وزوجتي، بس شوي يعني زادت بالساعات، مو للساعة ثلاثة واربعة، ساعة ثلاثة هي تقول احيانا يعني ثلاثة ونص شوي. اربعة لا. على كل حال بعد هي زي يعني مقدرة ظروفها. اي لا ما تقصر. اخيرا قمنا نسمع لكم مقدمات اللي هي في الاذاعة يوميات العيدروسي والتلفزيون عائلة بومريان. صح. فهو التأليف لك حتى الالحان، فما ادريش القصة يعني قمت تلحن؟ لا لا هو مو تلحين، انا ما اقدر اسمي شيء تلحين، لكن المقدمات الغنائية هذه اللي سمعتيها منها بومريان، وانا بديت فيها في يم علي وعيب. إيه؟ الكلمات هذه مع لحن يعني خفيف هو، فيعني حاولنا ان نغير شوية من جو التمثيليات اللي رأسا موسيقى واخراج فلان وتمثيل فلان والمشهد على طول، فقلنا يعني شوي يعني يلفت النظر او يجلب الجمهور، يعني صارت مقدمة غنائية خفيفة، وخصوصا تكون المقدمة هذه من ضمن الموضوع او موضوع التمثيلية. ومنها يعني نجحت مشهد يعني يوميات يم علي وعيب هذه منطق طبلة، ويوميات العيدروسي، ويوميات بندر، وبومريان الاخيرة كانت تعرض خلال تمثيليات دنيا الاسرة. دنيا الاسرة اي نعم. انا الحقيقة التمثيليات هذه مالت دنيا الاسرة اللي عائلة بومريان كنت انا اللي كاتبها، بس التأليف كان الاسم ما ينزل لان تدرين فقرة من برنامج، فلو ينزل تأليف وكادرات ومصورين وذي فصير طوالة، والتمثيلية كلها 10 دقائق او 12 دقيقة، فاتفقنا مع المخرج بحيث انه ما ينزل الاسم لانه فقرة من برنامج، والكلمات يعني كلمات خفيفة عادية، بس احنا سوينا لها لحن الكلمات اقول فيها يعني انتقام بين الزوج وزوجته. احنا دائما ماخذين يعني او ماشيين على نمط ان الزوج دائما هو القاسي وهو اللي يؤذي زوجته وهو اللي كلمته مسموعه وهو دائما الكل بالكل، فانا حبيت اني اغير هالمره نوع اللي تنتقم الزوجه، فانا اقول يم مريان لان هي تعاندني، اقول لها يم مريان قعدي وطيعيني وسمعي كلامي، تقول لي حدك يا ابو مريان وبس عاد هالمره زامي تنتقم، طبعك صار مو مثل الاول، الاول يا حبيبي تحول، لكن عيشتي كلها ضيم من السهر ولعب الجيم والدواوين طبعا وراك وذي، الهم خلى بقلبي قبه شمتنك صاير بتنبع، فعلا تاشر علي شمتني وين الهم هذا، قعدي وطيعيني وسمعي كلامي، تقول لي حدك يا ابو مريان وبس عاد هالمره زامي تنتقم، طبعك صار مو مثل الاول، الاول يا حبيبي تحول، لكن عيشتي كلها ضيم من السهر ولعب الجيم والدواوين طبعا وراك وذي، الهم خلى بقلبي قبه شمتنك صاير بتنبع، فعلا تاشر علي شمتني وين الهم هذا، طبعك صار من مثل الاول من الحكي، المهم انه تعمل جو يعني بالنسبه للتمثيليه يعني تلفت النظر. عبد الحسين بما انك انت واحد من ممثلينا الكوميديين، من هو الممثل الكوميدي اللي تعجب به؟ والله الممثلين الكوميديين وايدين عندنا طبعا، سواء بمصر او هني او بلبنان او بسوريا، منهم الهنيدي ومن فؤاد المهندس ودريد اللحام، لكن انا اللي اعتز فيه واعجب فيه هو الاستاذ عبد المنعم المدبولي، لان هو عباره استاذهم صراحه يعني سواء بالاخراج او بالتمثيل الكوميدي. هذا انا له مسرحيات كثيره طبعا تمثيل الدور والاخراج بنفس الوقت. اي وهو السبب يعني في ابراز اكثر الشخصيات الكوميديه والممثلين الكوميديين الاخيرين طلع بالتالي. طيب اخ عبد الحسين ايش رايك في ان الممثل يكون بنفس الوقت يعني هو يمثل في المسرحيه ويكون مخرجها بنفس الوقت؟ اي ما في مانع، لان الاخراج اولا ولو ان هذا مو من شؤوني لكن موجب ما اشتغلنا بالمسرحيات، وهذا الاخراج يتم بحركات يعني يكتبها المخرج، يعني تمثيليه كل جملة أمامها حركة، مثلا الممثل يقول هالجملة ويتجه نحو الممثل الثاني مثلا كذا،
الكرسي له رقم، الغنفة له رقم، الركن له رقم، كذا يعني على بينة مثل ما تقولين خريطة. حتى لو المخرج له دوره هذا ممكن ياخذ دوره، مدير الحركة هو اللي يمشي الحركات موجب النص السكريبت اللي موجود عنده. أخت نبيلة، شو تحبين أكثر، المسرحيات الكوميدية أو الدرامية؟ والله المسرحيات الكوميدية أكثر، لأن والممثل الكوميدي اللي يعني أرتاح له فؤاد المهندس. صير خير بعد التسجيل. شكرا أخ عبد الحسين، راح نترك المسرح والتمثيليات والمسرحيات عفوا وراح نيجي للتلفزيون. أي نعم، فنبيك تعطينا رأي موجز عن البرامج التلفزيونية المحلية. والله الحقيقة يا أختمينة، أنا شخصيا ما شفت برنامج عجبني بالتلفزيون كل هالمدة هذه. كل هالمدة تدرين ليش؟ لأن أكثر البرامج متشابهة تقريبا، يعني البرنامج مدته ساعة أو نص ساعة، لازم مقابلة ولازم أغنية ولازم كل برنامج أنا أشوف أما أغنيتين ثلاث فيه أو مقابلة، وكثرة الكلام مقابلة يبون شخص مثلا 10 دقائق أو 15 دقيقة كلام، فهذا وايد على برنامج، خصوصا البرامج المنوعة يعني لازم أشياء يعني ماكو لقطات يعني تبي يعني أشياء تكون خفيفة خفيفة، خصوصا المقابلات يعني المقابلات طويلة وايد، الواحد شي يشوف يقعد يجاب للتلفزيون يسمع حكي، واحنا مالين من الحكي يعني. بس هذا اخ عبد الحسين كان بالاول، بس الحين ترى بتهيئ المقابلة يعني ما تزيد مقابلة عن 10 دقائق. والله انا من يعني البرامج اللي شفتها بالاول يتراوالي للحين كذي يعني، صحيح في بعض الاحيان ما اتابع التلفزيون، لكن على سنة الاول، على سنة اول يعني المقابلات والبرامج اللي اشوفها فما اشكر. طيب وبعدين بالنسبة للتلفزيون نفسه يعني انا اقول كثر الف خيرهم المسؤولين او الفنيين اللي بالتلفزيون يقدمون الاعمال الفنيه، لان نرجع مثلا المناسبه او عيد او اي شيء، البرنامج مطلوب منهم بيوم كامل يسوونه، برنامج طوله ساعه او ساعتين، فمطلوب من المعد انه يعد، من المخرج انه ينفذ الاشياء والطلبات كلها، ومن الفنيين الباقيين لازم يحضرون الجماعه اللي لازم يطلعون بالبرنامج والاعداد وهذا، فيوم او يومين بالنسبه للبرنامج ساعه ما يكفي، لان هذا ياخذ وقت طويل، وبرنامج ساعه ساعه ونص لا يقل عن 15 يوم لازم يشتغلون فيه، لكن عندنا احنا يوم ثاني يوم يبون كل شيء جاهز، وفعلا يعني ينزل لكن تشوفينها مهزوز شويه، مو ماخذ راحته، مو ناضي، ها المخرج شوفينه تعبان، المعد ركضه ويلهث تعبان، الفنيين تعبانين بصوب، وفوق هذا معرضين للنقد الصحف والجرائد طبعا ما يرحمون الناس لهم الظاهر. طيب ما عندك فكره برنامج؟ ها طيبين والله فكره برنامج لا، انا يعني اتجهت تمثيل مره واحده، يعني التمثيل لو عندي يعني فكره اكتبها تدرين اكتبها يعني، عشان انت قلت يعني ان البرامج هذه في نقول يمكن تحاول لا مشابهه لا يجوز في ناس غير يعني يكتبون او هذا او يلونون البرامج يعني يلاحظون من عرض البرامج اللي يشوفونها بالتلفزيون فيشوفون تشابه بين البرامج نفسها، يعني اغنيه ومقابله، مقابله اغنيه، كل ما هنالك الكادرات غير ومقدم البرنامج غير، لكن الموضوع والطريقه وذي واحده. مو عبد الحسين اي برنامج منوع يعني على الاقل لازم 3 4 اغاني تكون فيه يعني بين تدري الفقرات وبين الافلام. طيب اذا عندنا برنامج واحد كذي معقول، برنامج معين او برنامجين ما يخالف، يعني فيهم اغاني وهذا بس مو بهالكثره، لكن اكثر برامجنا مقابلة قاعدة سوالف 10 دقائق ربع ساعة، شو تحب تشوف؟ مو كل ليلة قاعد يسمع درز أغاني، شو تحب تشوف؟ ونزلوا الأغنية اللي قبل أول البارح عارضينها علشان كذي يعني تصير تشابه بين البرامج، والسبها يعني الطريقة اللي ماخذينها.